سلام سلام، معكم مروان بشار. فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون البلاي ليست ديال كريدي دو ماروك والتتمه ديال الفيديو اللي سبق. الفيديو اللي سبق شرحت لكم الميزاجور، شنو تزاد شنو تنقص. هذا الفيديو هذا ما غاديش نشرحوا شنو تزاد شنو تنقص، ولكن غادي نشوفوا واحد البلان زادتو لينا كريدي دو ماروك اللي هو تحل الكونت من لابليكاسيون. ديجا قلت لكم في الفيديو اللي قبل، قلت لكم غندير لكم فيديو خاص. علاش؟ لان فاش غادي نجي نشرح لكم هذه الخاصيه دي فيها عروض، وداك العروض ياخذوا وقت في الشرح، دونك ما يمكنليش نطول لكم فيديو، خصني ندير لكم فيديو اخر. غندخلوا دابا لابليكاسيون ماي سي دي ام. فوالا كما كتشوفوا اوفرير ان كونت. فوالا من بعد ما كنكليكيو على اوفرير ان كونت، كما كتشوفوا كيعطيونا هاد الصفحه هادي اللي كيقولوا لكم حقها ما تاخذش منكم حتى 5 دقائق الدوموند ديالكم. كنكليكيو على اوفرير ان كونت، هنا كيقولوا لكم واش ريزيدونس في المغرب او لا. لا كنديروا وي، كنديروا كونفيرمي. هنا كيعطيونا لي زوفر. هادي اهم مرحله عندي، لانني هادي هي اللي بغيت نهضر عليها، وهي اللي باغي نعطيها للناس اللي باغيين يحلوا حساب جديد من بعد ما ولا مصرف المغرب بنك مغربي 100%. هنا غادي نعطيكم دابا جميع العروض اللي متاحه، ونقول لكم افضل عرض مع ارخص عرض واغلى عرض وشنو اللي ممكن يصلح لكم. نبداو باول باك اللي هو الباك 1. كما كتشوفون كليكيو عليه، نديرو شوازير لو باك باش نشرح لكم. اول حاجه هاد لوفر هذا ب 10 دراهم للشهر، يعني هذا مديور للناس اللي ما فحالهمش وقادرين على انهم يحطوا واحد المبلغ مالي في الحساب ديالهم، وباغيين فقط يخليو يخلصوا فواتير يسحبوا الى غير ذلك. غنشرح لكم شنو الخصائص ديال الحساب. بلافون دو روتري، يعني تسحب من الكيشي اوتوماتيك في النهار 6000 درهم. دونك الى عندك مليون فراه ما يمكنش تسحبها في النهار، غتسحب فقط 6000 درهم. البلافون ديال البيمون بار سيمين 15000 درهم، وكيعطيوكم 10 لي فيرمون غراتوي، فيرمون انستونطاني فوق 500 درهم، يعني كل من 500 الفوق تصيفطوهم للبنك اخرى، ما يقطعوش لكم لي طاريف ديال التحويل. هنا كيقولوا لكم اوتر فيرمون انستونطاني لي طاريف ستوندار الا كانوا قل من 500 درهم، اما فوق 500 درهم مجانا، يعني 10 لي فيرمون غراتوي في الشهر. هنا الروتري ديال الكيشي اوتوماتيك، يعني ديال بنك اخرى، كيقطعوا 6 درهم، هذه راه معروفه. وهنا كيقولوا لكم كنعطيكم افونتاج ديال سي دي ام سيلفر بيمون اي روتري على ترونجي، يعني تقدروا تستعملوا البطاقه في المغرب والخارج، الا خرجتوا برا المغرب تقدروا انكم تسحبوا بها وتخلصوا بها. كي اكتيفيو لكم لابليكاسيون، وممكن انكم تطلبوا الشيك في هذا العرض. هذا هذا العرض الاول كما قلت لكم مديور للدراري الشباب اللي مازال كيقراو ولا اللي يلاه بدا شي خدمه في حالته، واش يقدر يدير هذا العرض هذا. فراه مزيان 10 درهم في الشهر مقابل هذه الخدمات هذا، فراه كيبقى احسن حساب حاليا موجه للشباب. ندوزو للعرض الثاني. العرض الثاني باك 2 اللي هو تيتانيوم. لوفر داير 20 درهم في الشهر، بلافون دو روتري 10000 درهم في النهار، يعني الى عندك 15000 درهم راه ما يمكنش تسحبها في النهار، خصك تسحب اليوم 10000 درهم وغدا 5000 درهم. البلافون دو بيمون 50000 درهم، يعني زايد على الباك الاولى اللي هضرنا عليها، يعني محدنا كنزيدو في لي باك، محدنا كنزيدو في الخدمات وفي البلافون ديال كل كارطة. حتى هما عاطينكم لي فيرمو انستونطاني 10 غراتوي، يعني في جميع العروض، وعاطينكم هنايا كما كتشوفوا افونتاج ماستر كارد تيتانيوم، لان هاد البطاقة فقط ماستر كارد ماشي فيزا. دونك الناس اللي باغيين هاد البطاقه هذه اولا هاد العرض هذا، تاكدوا على ان البطاقه الاولى فيزا وهذه ماستر كارد. هنا كيعطيكم حتى هما ابليكاسيون ماي سي دي ام دوموندي وشيك كما كتشوفوا، وجوج ديال لي فيرمون يعني انستونطاني كما كتشوفوا من التطبيق ديال ماي سي دي ام. حتى هو سحب من اي شباك اخر من غير ديال كريدي دو ماروك 6 درهم، وهذه راها معروفه. هاد العرض هذا الاخوان موجه للناس اللي كيخدموا تجاره الكترونيه، ناس شي شويه يعني محسن الحاله ديالهم، يقدروا يديروا هذا العرض هذا، يعني كيبقى عرض مقبول بواحد الثمن اللي رمزي. هذا الناس اللي شي شويه محركه، يعني اما لو كنتي ما عندكش مثلا واحد الدخل اللي غادي يخليك تخدم، يعني مثلا تخلص المصاريف البنكيه، فما ننصحكش دير هذا اللوف هذا، دير غير الاول ب 10 دراهم في الشهر. ندوزو للباك الاخير والثالث، باك 3 اللي هو ديال 50 درهم في الشهر. كتبقى افضل بطاقه بلاتينيوم غادي تشوفها بهذه الخدمات هذو، يعني انا كنهضر لكم بتجربه شخصيه. تقدر تلقاني في فيديو اخر هضرت على شي بنك اخرى قلت احسن بطاقه، ولكن محدي كنشرح وكنقول افضل، فراه يعني متميز على اخر فيديو هضرت عليه. دونك هذا كيبقى باك اخر اللي هو باك 3 بلاتينيوم فيزا 50 درهم في الشهر، بلافون دو روتري في النهار 30000 درهم، وبلافون دو بيمون بار سيمين 100000 درهم اللي هي 10 المليون. كذلك مثال 10 لي فيغمون غراتوي بار موا، يعني يكونوا فايتين 500 درهم انستونطاني. والمميز الاخوان، المميز في هذه البطاقه هذه، واللي هي تقدر تسحب من شباك البنكه اخرى ما كيقطعوش 6 دراهم، هذه اهم ميزه. نشوفوا
خدمات اخرى. Les avantages ديال الفيزا بلاتينيوم disponible paiement ايروتري على طرانجي يعني تخدموا بها برا المغرب. هذا هو المميز في هاد العروض كاملين هو انهم خدامين لكم ليكارت برا المغرب، يعني تقدر انك تخرج فقط تاكتيفي دوتاسيون دو فواياج وتقدر تسحب وتخلص بلا مشكل. كيعطيكم لابليكاسيون ماي سي دي ام وتقدر دوموندي وشيك. وباش نعطيكم واحد المعلومه اخرى الاخوان، هاد لي باك اللي كيكونوا بلاتينيوم الغاليين، يعني اغلبيه لي باك اللي كيكونوا غاليين فراه كيخليكم هاد لي باك هذوك تكونوا مثلا كتاخذوا بزاف ديال الحوايج في المطار كيكونوا بواحد الثمن ناقص. علاش؟ كيكون عندكم واحد الباك اللي كتكون شراكه مع ماستر كارد او لا فيزا. هادو ثلاثه ديال العروض. هاد العرض الاخير فراه مديون الناس اللي تبارك الله ميسورين، الناس اللي كيخدموا يعني باغ انترنت وعندهم صالير، يعني كيتيري واحد الصالير شهري عندهم واحد الصالير اللي زوين، يعني يقدروا يديروا هاد الباك هذا. اولا الناس اللي كيديبلاصاو برا المغرب فراه هاد العرض هذا مزيان ليكم، 50 درهم في الشهر راه ماشي شي ثمن اللي غالي الاخوان مقارنه بالخدمات اللي كتوفر لك هاد العروض هذه. فراه انا كنفضل يكون يعني الناس اللي ميسورين هما اللي يديروا هاد الاوفر هذا، لان غالي على الناس العاديين. ممكنش انت مثلا فقط طالب ودير عرض ب 50 درهم فراه ما تستافدش من هاد الخدمات كاملين، يعني يكفي انك دير العرض الاول هو اللي يقدر يلبي الحاجيات ديالك، لان ما يمكنش يكون واحد طالب وكيجيب 9000 درهم من الكيشي راه ما يمكنش. دونك تقدروا تختاروا نتوما العرض اللي بغيتو. من بعد ما كتختاروا العرض اللي بغيتو نقدروا حنا نختاروا الاول، كنديروا سويفو. هنا كتعمر البرينوم والنوم ديالك، هنا سي اي ان اللي هي لاكارت ناسيونال، وإلا كان شي واحد عايش في المغرب يدير لاكارت سيجور. من بعد ما كدير يعني سي اي ان ديالك اللي هي البطاقه ديال التعريف الوطنيه، هنا كدير لاكارت ديالك النمره ديالها، هنا كدير نمره التليفون ديالك، وهنا كتكوشي هذه كتكوشيها باش كتاكتيفي لي كونديسيون يعني جينيرال ديال يوتيليزاسيون ديال هاد لا بونك هادي، وكتهبط لتحت كدير جو نو سوي با ان روبو صافي، وكدير سويفون كتكمل المعلومه ديالك اللي كيكونوا فقط تصور البطاقه الوطنيه دير سيلفي اكسيتيرا، يعني كيكون داكشي ساهل. يعني ممكن انكم تحلوا الحساب ديالكم الاخوان باغ تليفون دابا. والعروض اللي شفنا فراه عروض جد متميزه الاخوان، ونتمنوا الاخوان انا كنت ديما كنقول لكم الصاب يعني كخلي دماغك يحسنوا الخدمات ديالهم، لان صراحه كانوا كيبانوا لي قدام شحال هذه، يعني الخدمات كانوا قدام بحكم على ان يعني ما كانش بنك مغربي 100%. فراه دابا تحرر يقدر يدير لنا خدمات زوينه باش نكونوا حتى حنايا يعني راضيين بهذه الخدمه هذه. كزبون انا في كريدي دماغك فراه ما كنتش راضي في الاول على الخدمات، دابا نقدر نقول لكم تطبيق مزيان، خدمات مزيانين، يعني حتى شحال هذه ما كنتش كنلقى حتى الشباب في الوكاله، كتلقى الناس كبار يعني ما كنتفاهموش حنا وياهم حتى في الهضره. دونك دابا نقدر انني نقول لكم فراه هذا احسن بنك يكون بالنسبه للفئه المتوسطه. ما غاديش نقول الفئه الفقيره لان ما كاينش شي واحد فقير غادي يحل حساب في البنكه، لان المصاريف كيكونوا طالعين الاخوان. دابا الاخوان شرحت لكم تحديد جديد كيفاش تحل الحساب، شرحت العروض وكل عرض بوحديته. دونك دابا كيبقى لكم الاختيار، انا ما غاديش نقول لك هذا احسن وهذا احسن، انا شرحت لكم كل عرض وقلت لكم لمن يقدر يصلح. دابا كتبقى لكم نتوما وجهه النظر ديالكم، تقدروا انكم تحددوا واش يصلح لكم الباك الاول ولا الباك الثاني ولا الباك الثالث. حتى لهنا متابعينا الكرام غادي يكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، نتمنى نكون قدمت لكم شرح في المستوى وكان شرح مفهوم ومبسط لكم نتوما. وانتم ما تخلوش عليا الاخوان بزر لايك واشتراك في القناه، هادو اهم حافز بالنسبه ليا، وعارفوا ما غاديش يغلبوكم لانكم فقط دابا راكم كتفرجوا. هبط لتحت دير ابوني ودير لايك للفيديو. كان معكم روان بشار، تلقاو فيديو جديد.